احنا هنعمل عصير عقبال ما انتوا تتفرجوا في الحاجات دي. عصير عبارة عن ايه؟ عصير عبارة عن لبن، فراولة، سكر، وشوية مية زهر. بنطعمه بمية زهر، بيبقى حلو جدا وبيبقى طعمه بصراحة ملوش حل. السكر ممكن تستبدلوه بالعسل براحتكم خالص زي ما انتوا تحبوا، وبيبقى بسيط قوي. اهم حاجة نغسل الفاكهة بتاعتنا حلو جدا جدا جدا. ومية الزهر جربوا فيها مية الزهر، انها بتبقى بصراحة رائعة، او بتبقى هايلة بصراحة. خليني انزل الفراولة اهي. يلا 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 يلا، طالما احنا بنحتفل بالماما فقلنا حاجات حمراء وشكلها حلو. شوية مية زهر، ما تحطوش كتير قوي، شوية، حاجة بسيطة خالص. المقادير بالظبط هتلاقوها عندكم على الشاشة. ما نبقاش عملنا لها ترت وما عملنا لهاش عصير. بس كده، يلا بينا. بسم الله.